السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد رضوان مدرس المواد الفلسفية. النهاردة يا شباب هنراجع فرع علم الاجتماع من خلال الامتحان الموضوع من قبل وزارة التربية والتعليم. تاني برضه هأكد عليك، أهم حاجة أبص على السؤال أعرف مؤشر الإجابة، لأنه يعتبر مؤشر الإجابة بالنسبة لي هو ناتج التعلم اللي أنا بوصل من خلاله إلى الإجابة الصحيحة. تاني، في ناس كتيرة فاهمة كلمة ناتج التعلم غلط. ناتج التعلم يا أساتذة موجود جوه السؤال، وهو مؤشر إجابة بيوصلني للإجابة الصح. طب تعالى بقى معايا، السؤال هنا بيقول في علم الاجتماع الواقع الاجتماعي، طيب يتضمن آلاف الظواهر المادية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية المتداخلة، ولا يمكن لأي عقل أن يستوعبها ويفهمها بشكل منظم إلا من خلال نسق أو بناء قدرات أن ينظمها ويقدمها أمام العقل في صياغات مختصرة وواضحة ومفيدة. اختصارات مختصرة يعني صياغات مختصرة. صياغات مختصرة بالنسبة لنا أنا بعمل عملية تعريف، والتعريف بالنسبة لي هو تلخيص الوقائع، يبقى الإجابة بالنسبة لي هي تلخيص الوقائع، لأن ما ينفعش تكون تشريط التطبيق، لأن ما اتكلمتش عن إنجاز ولا إن أنا بقدم تصور ولا تنبؤ بواقع. أنا هنا اخترت تلخيص الوقائع. تبدأ أولى مظاهر التفاعل لدى الطفل مع أمه، ويكون التفاعل في البداية من طرف واحد وهو الأم، وينمو الطفل طيب ويتسع مجال إدراكه، ثم يبدأ في الإسهام في عملية التفاعل ويبدأ في الاستجابة لأنماط السلوك. طب هو الطفل مع والدته يبقى هو دلوقتي التفاعل فردي. مجموعة صغيرة من الأصدقاء الحقيقيين قد تمنحنا الراحة والتخلص من الضغوط والسكينة الذين قد تعجز الثروة عن منحها. المقولة السابقة تلخص أهمية العلاقات الاجتماعية الناتجة عن اجتماعي أخلاقي نفسي. لا، في محبة، في ألفة، يبقى ده يعتبر ايه؟ نفسي. ونشوف مع بعض سؤال 27. بيقول الكاتب الصحفي سمير رجب، وقوع البشر في خطايا الخيانة الحقد والقسوة فتحت بوابات الطاقة السوداء على العالم، ومعها مسارات موجهة ستتحكم في مصائر البشرية. تشير العبارة إلى، طب ما أنا شايف دلوقتي طاقة سلبية، فالطاقة السلبية بالنسبة لي مش بناء ولا مؤقت ولا غير مباشر، أنا شايف دلوقتي إن في هدم، يبقى ده هدم. نيجي بعد كده للسؤال 28. يجب تعزيز المعرفة المتبادلة للتنوع الثقافي والديني وإعداد إطار للقيم المشتركة وتدعيم التعلم الجيد والكفاءات اللازمة للتفاعل بين الثقافات والحث على الحوار لصالح التنمية المستدامة. يعني إيه؟ يعني لازم يحصل عملية اندماج، والاندماج عندنا أساتذة مش تعاون ولا صراع، هو تكيف اجتماعي، يبقى الإجابة بالنسبة لنا هي التكيف الاجتماعي. سؤال 29. يقول الشاعر الكوري أن الحياة لا تصلح لشيء إن لم نفكر في مصير الآخرين في الوقت الذي نفكر فيه في مصيرنا. جميل جدا. إن الحياة لا تصلح لشيء إن لم نشارك مع ما نملك مع الذين لا يملكون شيئا. تمام جدا، يعني وده شخص يعتبر سوي، لأن الشخص السوي هو اللي بيتخلى عن الأنانية بتاعته عشان إشباع مصالح الآخرين، وده يعتبر عامل من عوامل التعاون. طيب عامل من عوامل التعاون مش بيئي طبعا ولا عقائدي، هو عامل نفسي، يبقى الاستجابة للدوافع الذاتية والغيرية. سؤال 30 قدامنا. لقد قام المشروع بضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال سن قوانين تحذر على المتنافسون استلام أموال من متبرعين عملية الانتخابات، وبفرض عقوبات على من يشتري الأصوات بالنقد وبالدولارات. طيب هو هنا في شراء أصوات، ودي تعتبر طريقة غير مشروعة، يبقى تحقيق الأهداف بالطرق الغير مشروعة. يبقى أنا عشان أواجه ديت لازم أحقق الطرق والأهداف بطريقة مشروعة. هناك ليلة قبل ليلة الزواج تسمى ليلة الحناء، تتجمع فيها النساء في منزل العروسة ويرسمون الحنة على أيديهم. طيب وبتنسب هذه العادة إلى الريف المصري. جميل جدا. طيب قالك من خلال المثال دوت استنتج احدى خصائص الظاهرة الاجتماعية. هل ترابط؟
لا نسبية، لا تلقائية، لا هي عمومية وانتشار، في انتشار وهي عامة في الريف المصري. طيب، دعا العلامة ابن خلدون إلى ضرورة قيام علم يتناول الاجتماع الإنساني حتى يتسنى للمؤرخين. خلي بالك أنا بتكلم على التاريخ، بتكلم على ماضي. طيب، فاكتشاف القوانين والأنظمة التي تحكم حركة المجتمع يساعد المؤرخ على اكتساب رؤية لأبنية المجتمع وتطوراته، فيسمح له بذلك بالإخبار والأحداث وفقا للواقع. تمام جدا. طالما بتكلم على حاجات قديمة يبقى أنا بتكلم على علم اسمه علم التاريخ، يبقى الإجابة بالنسبة لي هي الاجتماع والتاريخ. نيجي بعد كده السؤال 33. الثقافة تتحدث عن نفسها من خلال الأدوات التي يستعملها الإنسان وطرق حياته وممارسته العقائدية، تبرز المقولة إحدى خصائص الثقافة. طالما بتكلم عن طرق حياتي ممارساتي يبقى أنا بفرض نمط من الممارسات الحياتية. خلي بالك الأسئلة هنا دلوقتي كلها في الباب التاني عندنا في علم الاجتماع، وده يعتبر برضو من أهم الأبواب اللي فيه أسئلة كتير في الامتحان. وتعال نشوف السؤال اللي بعده، بيقول وده سؤال يعتبر سؤال مقالي: حظى الزي النوبي بجاذبية خاصة، فمفرداته وأشكاله تعكس الكثير من ملامح الحضارة الفرعونية، فالنسبة لزي المرأة فيتميز بالتنوع على الحالة الاجتماعية، فقبل الزواج ترتدي الجلباب مطرزا بالألوان الهادئة، وبعد الزواج يكون غني بالألوان وخاصة اللون الأحمر. تعد العبارة مثالا على إحدى عناصر الثقافة. طيب أنا بتكلم على زي نوبي، يبقى أنا بخصص، يبقى اسمها خصوصيات. وانتوا عارفين طبعا ان عناصر الثقافة عندي ثلاثة: عموميات، خصوصيات، متغيرات بديلة. لو اتكلمت وقلت زي بس هيبقى ده عموميات، لكن زي نوبي يبقى ده اسمه خصوصيات. سؤال رقم 35. المشاركة المعنوية احدى اشكال المشاركة في العمل التطوعي، ويتمثل في دعاية غير مباشرة للعمل الخير التطوعي. تنطبق الفقرة السابقة على احدى المواقف الحياتية وهي التبرع بالأغطية والملاءات، تقديم ألعاب، تنظيم حملات لحث الأفراد للتبرع بملابس الشتاء. طيب، تزويج جمعية خيرية بالخبز لمدة معينة. هو بيتكلم على مشاركة معنوية للعمل الخير، يعني هعمل دعاية غير مباشرة، يبقى هنظم حملة إعلانية لحث الأفراد للتبرع بملابس الشتاء. أثبتت جائحة كورونا أن الشباب المصري على قدر المسؤولية فيما قاموا به من أنشطة تطوعية، مدفوعين بحماسهم وإيمانهم الراسخ بأهمية دورهم ومشاركتهم من خلال الأعمال التطوعية العظيمة التي يقومون بها. فالمتطوعين والمتطوعات هم ضمير الوطن، لأن التطوع أصبح يمتد من العطاء إلى الانتماء، عطاء، انتماء، ولاء، يبقى الحاجات دي كلها قيم. إذا ترسيخ القيم المحورية للمجتمع. يمكنك أن تكون مشاركا في العمل التطوعي من خلال تعريف أفراد المجتمع بماهية العمل التطوعي ومدى حاجة المجتمع إليه، وتبصرهم بأهمية دوره في عملية التنمية. يبقى هنا التطوع بالنسبة لي تطوع مقصود. طيب، قال لك بعد كده إيه؟ وإبراز دور العاملين في المجال بطريقة تكسبهم الاحترام الذاتي واحترام الآخرين. طب جميل جدا، يبقى أنا بعمل عملية التوعية، يبقى دي مشاركة معنوية، يبقى تطوع مقصود ومشاركة معنوية. العمل الحر هو تقديم خدمات محددة في مجالات معينة من قبل أفراد مستقلين يمتلكون خبرات كافية لأصحاب المشاريع لإنجاز مهام خلال فترة محددة طويلة أو قصيرة، حيث يتم الاتفاق والتفاوض بين الطرفين على الأجور المادية ونوع وجوده ومدى تسليم المهام. خلي بالك العمل الحر مش حتة إن في شخص راح قدم في وظيفة حكومية، لأن ده يعتبر مش عمل حر، لا هو واحد فتح مشروع لنفسه، إذا ده عمل حر. يبقى لما هاجي أختار هختار مهندس ديكور تعاقد مع شركة مقاولات لتصميم ديكورات إحدى محطات المترو، بس هنا
المهندس الديكور ده هو عمله عمل ايه؟ حر غير تابع للحكومه. سين 39 اظهرت الدراسات في عدد من الدول على ان عدد من النساء لا يرغبن في الدخول الى سوق العمل اصلا، في حين ان عدد يجد صعوبه في العثور على العمل. اما النساء اللاتي يدخلن السوق فان الاغلبيه منهم يفضلون القطاع العام، يعني معظم النساء بيفضلوا القطاع العام عن القطاع الخاص. طيب يبقى هما بيهتموا بحاجه اسمها الديموغرافيه الاجتماعيه، الطبيعه الاجتماعيه. ان في واحد يقول الامان بالنسبه لي هو ان انا اتعين في الحكومه، فدي طبيعه اجتماعيه. طيب عند التخطيط لمشروعك المستقبلي يجب تحديد مسؤوليات مدير المشروع وفريق العمل والمساعدين لمدير المشروع والمنسقين. طب هل انا دلوقتي بهتم بمسائل تمويل بموائمة بتحديد سوق؟ لا، انا بهتم طبعا بالتنظيم والاداره، لان انا بختار مين هم فريق العمل، مين هو المدير، مين هو نائب المدير، يبقى انا بعمل عمليه تنظيم واداره. نيجي بعد كده سؤال 41. وجه الرئيس السيسي بزياده نسب المكون المحلي للصناعه والتكنولوجيا في اطار اي نشاط حالي او مستقبلي مع شركه الستوم الفرنسيه، مع انشاء مراكز لتدريب الخبراء على التوازي للاستفاده من الخبره الاجنبيه. يبقى دلوقتي تمثل الجهود الرئاسيه مؤشر على احدى سبل تحقيق البحث العلمي، ان احنا بنعمل كده عشان نوطن التقنيه الحديثه والمشاركه فيها. زي بالظبط كده، يعني اول ما جينا نعمل مترو الانفاق كان عندنا طبعا ازدحام مروري، فقعدنا نفكر طيب نعمل ايه عشان نواجه الازدحام المروري. فقال طب فرنسا عالجت الازدحام المروري ديت بان هم عملوا مترو انفاق، طب هاتوا لي العمال والمهندسين من فرنسا يعملوا لنا اول خط مترو. اتعمل اول خط مترو، ايه اللي حصل؟ بقى في عمال ومهندسين مصريين بيتعلموا من العمال ومهندسين الفرنسيين. لما جينا نعمل الخط التاني والتالت استعنا بالمصريين، يبقى ده اسمه توطين وتقنيه التكنولوجيا الحديثه. يقوم جهاز التنظيم والاداره بعمل التدريب مع اداره الالات والمعدات المستخدمه في المنظمه الحكوميه بكفاءه، ويقلل من تكلفه صيانتها. التكيف مع المتغيرات التقنية في مجال الإدارة حتى تحافظ المنظمة على مستوى من الأداء ويحقق الرضا من خدماتها. يبقى أنا هنا بعمل عملية رفع إنتاجية العامل. سؤال 43. العولمة توسع مجال الاتصال وتعرفنا بالثقافات الأخرى، وهذا يؤدي إلى تفاعل وانسجام بين الثقافات، ويساعد على التعرف على كل الثقافات من خلال التواصل والمحافظة على كل ثقافة. تمام، هل هنا أنا بتكلم عن مساواة بين الجنسين؟ طبعا لا. هل بنقل خبرات جديدة؟ لا. هل انغلاق على عالم؟ لا، هو انفتاح على العالم. طالما بتعرف على الثقافات الأخرى يبقى ده يعتبر انفتاح على العالم. سؤال 44. أصبحت قدرة الفرد على مواكبة الموضة وتغييره المستمر للسلع التي يمتلكها بطاقة قبول له في الطبقات العليا، تشير العبارة إلى إحدى عوامل انتشار ثقافة الاستهلاك. هل هو التقليد الأعمى للآخرين؟ لا. هل إغراءات الدعاية والإعلانات؟ لا. الاستهلاك رمز للمكانة، اللي هو ربط المكانة بالاستهلاك، من يستهلك أكثر يكتسب مكانة أعلى. العلاقة ما بين الاستهلاك والمكانة هي علاقة طردية، زيادة مع زيادة. الإنترنت إحدى أبرز سمات آليات عصر العولمة، ويتميز بالسرعة الكبيرة في نقل المعلومات عبر الشبكة. تسقط عامل الزمن من الحسابات وتجعل المعلومة في اليد حال صدورها. يمكن أن نستنتج من العبارة الاندماج والشمول؟ لا. تفاعلية، انتشار؟ لا طبعا، يبقى دي اسمها سهولة الاتصال. الفيلسوف إيمانويل كانت: ليس المتطرف إلا قاتلا يحترف الاغتيال، إما فعلا أو عملا أو مرشحا للقيام به أو محرضا عليه، مما يجعله مشارك في جريمة الاغتيال. هو بيشارك في جريمة، يعني بيقوم بفعل. ها
هل الفعل ده معرفي معلومات؟ لا. طب هل هو انفعالات؟ برضه لا. طيب ريديكالي، هل هو بيراجع كل حاجه لعقله؟ برضه لا. طالما في فعل اذا ده اسمه مكون او مستوى سلوكي. بكده بقى احنا خلصنا امتحان فرع علم الاجتماع، وسابقا كان امتحان فرع علم النفس. ارجو من الله سبحانه وتعالى انك تكون استفدت بالامتحان المقدم من وزارة التربية والتعليم والحل بتاعه، وان شاء الله ربنا هيكرمك وهتحقق حلمك وهدفك وهتحصل على الدرجات النهائية. ركز جدا في السؤال، اقرا السؤال مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ركز جدا على مؤشر الإجابة، لأنك أنت بتطلع منه ناتج التعلم وبتجيب منه الإجابة الصحيحة. تاني، ركز على مؤشر الإجابة اللي موجودة في السؤال، ركز على مؤشر الإجابة اللي موجود في السؤال. كان معكم محمد رضوان، شكرا، أشوفكم على خير، سلام عليكم.